اولا تنشكروا المنابر الاعلاميه الحاضره معنا اليوم يعني من خلالكم، وبطبيعه الحال اليوم عندنا اختتام ديال الدوري ديال رمضان اللي تنتاسفوا على الروطه اللي كان فيه بحكم ان كانت شامبيونه يعني معمره جميع الاوقات. تنشكروا المجالس المنتخبه وعلى راسهم جامعه سلا والمقاطعه ديال بطانه على الدعم ديالها ديال هذه الفئه اللي هي مهمه من المجتمع، فئه ديال الشباب. وطبيعه الحال اليوم راه عندنا النهايه ديال كاس المدينه وكاس دوري رمضان اللي غادي يكونوا تبارو فيه اربعه ديال المقاطعات يعني حصين وبطانه وتبركت والعيده. تنشكروا بطبيعه الحال من هذا المنبر رئيس المقاطعه ديال بطانه عماد الريفي على الدعم ديالو للمشروع للرياضه، يعني هو اللي تكلف بالجوائز يعني من أ تزيد. وتنشكروا السلطات المحليه على راس السيد العامل ديال مدينه سلا السيد عمر التويمي والاخت سميره ورئيس المقاطعه ديال حي رحمه ورؤساء المجالس المنتخبه. بالمناسبه هو ان الدوري يحمل اسم ولي العهد في الذكرى 21 لميلاد صاحب السمو الملكي الامير ولي العهد مولاي الحسن اللي تتمنوا ليه دائما طول العمر، وصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله. واش طبيعه الحال هنا راه هذا الختام ديال هذا الدوري ما هو الا ثمره ديال المجهود ديال هذوك الفروق وديال دوك الشباب. علاش؟ حيت حنا ما عندنا، حنا الصفه ديالنا هي التنظيم، والتنظيم راه تيدوز على مراحل. الشباب اللي تيبقاو هما اللي هما رافد اساسي من التنميه، وتتمنهم يكونوا دائما يدنا مفتوحه لهم، وتا يعني المؤسسات الوصيه على القطاع الرياضي تفتح يديها للشباب سيرتو في المجال الرياضي في كره القدم، لان الشباب راه في امس الحاجه للدعم ديالهم، لان كاين واحد النوع من الفتور تيحسوا به، وحنا الرياضه بغينا تكون مشجع اساسي للتلميه. احمد السلمي رئيس مفوض القطاع الرياضي والاجتماعي طنا. اليوم تتواجدوا في الملعب حي الرحمه اللي تيعرف واحد الدوري اللي كان على مده ديال 6 أشهر تقريبا اللي على صعيد عماله سلا اللي منظم من طرف مجلس مقاطعه بطانه برئاسه السيد عماد الدين الريفي اللي مشكور بهذه المناسبه اللي تيعطي فرصه ماشي غير في حدود المقاطعه ولكن حدود صعيد المدينه. وهذا الدوري تيعرف شراكه مع العصبه اللي عرف مشاركه ديال العديد من الفرق كما قلت من جميع المقاطعات على صعيد مدينه سلا. واليوم تنعرفوا النهائي، حفل النهائي اللي يكون تتجويج ديال الابطال اللي فائزين بالمراكز الاولى والمركز الثاني جميع الفئات. فئات كاين اللي شاركوا جميع الفئات، الفئات العمريه يعني الكبار والصغار وجميع الفئات شاركوا في الدوري. وقالوا بانه المقاطعه بطانه ما محدوداش غير في الرياضه، يعني في المقاطعه محدوده صعيد المدينه، يعني فاتحه الباب ديالها لجميع الفئات المجتمع المدني وجميع اللي دق الباب ديال مقاطعه بطانه تترحب به. واليوم غادي نعرفوا تتويج الفروق اللي وصلوا النهائي اللي تنهنئوا منا بدوري نيابه عن اعضاء المجلس، فريق المشارك من حي مولاي اسماعيل وفريق من القريه اللي كما تشوفوا حنا نظمنا الدوري صعيد المقاطعه ودرنا النهائي في حي الرحمه، يعني باش نبينوا بانه ماشي بطانه منظمه الدوري ودارته في بطانه وبقات ساده عليها غير في صعيد المقاطعه، يعني راه في المدينه يعني الدوري ديال المدينه بالشراكه مع العصبه. بطبيعه الحال خصنا ناكدوا بانه شراكه مع العصبه. مشكور السيد الضماني والاخوان جنود الخفاء اللي سهروا على الدوري، حنايا عطينا غير الجوائز رمزيه وكانت واحد المساعده بيننا وبين الاخوان هما اللي سهروا على الدوري هذا اللي مشكورين، لازم نشكرهم. ما يمكنش جميع اعضاء المجلس مره اخرى تنشكر الاخوان اللي سهروا على تنظيم الدوري اللي نجح، وان شاء الله تنوعدهم بانه ان شاء الله مستقبلا غيكون الدوري الثاني، يعني ما غنحبسوش هنايا ونتمنوا من الله انه نزيدوا حيت من الاخطاء تنتعلموا. والحمد لله راه الامور دازت كلها مزيانه، يعني الدوري عرف واحد النجاح راه المده ديالو طويله ماشي قصيره، المده ديال 6 شهور يعني ماشي سهله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يونس اغولاد رئيس نادي اجيال الرياضي تابع جمعيه الوسط الاجتماعي بقريه ولاد موسى. بدايه كنشكر كاع الناس واللجنه المؤطره اللي صارت على هذا الدوري اللي هو دوري رمضاني، واخا ما تحتش لنا الفرصه باش نكملوا في رمضان نظرا لبزاف ديال الاكراهات، كاينين فراقي كيدخلوا في هذا التيران نيت. المهم على اي حال الحمد لله مين كمل الدوري بحال هكا وناجح، نتمنى له الاستمرار ونتمنى الناس اخرين يلتفتوا نفس الالتفاته ويديروا دوريات باش نزيدوا نشجعوا الكره سيتو هنايا في مدينه سلا. وكي كنعرفوا انتم مدينه سلا فيها بزاف ديال الكواريه اللي هما وصلوا للمنتخب وصلوا لفرق عالميين، وكنشكركم انتم
انتم على هذه الالتفاته هذه الطيبه. المقابله ديال النهائي ديال الكاس وديال الدوري ديال رمضان، الكاس ديال المولاي الحسن، تنشكروا عليهم رئاسه محمد القرشيلي رئيس العصبه الجهويه. بالنسبه للرئيس ديال مقاطعه بطانه تنشكروا هو اللي ساهم معنا في هذه الجوائز هذو اللي تتشوفوا قدامكم، وعلى راسهم السي حميد السالمي. بالنسبه لمقاطعه تبرك، حنا هذه ثلاث سنين ما شفنا منها حتى شي حاجه، الرئيس ما كاينش، ولا هذا المجلس ديال المدينه اللي حيدوا لنا حنا الميناح اللي حرمونا منهم، وتنشكركم على التغطيه هذه. شكرا. نشكركم طبعا كل المنابر الاعلاميه اللي حضرت تشرفتنا النهارده في النهائي وفي تسليم الجوائز. طبعا انا بدعوه من رئيس العصبه اخويا يوسف الضماني من بدايه شهر رمضان، وهو طبعا كان يتكلم معايا في الحكايه دي على تنظيم الدوره، وطبعا انا عايز اشكره، وعايز اشكر طبعا كل المسؤولين اللي وقفوا معانا، وقفوا مع اخويا يوسف، وقفوا مع الاصدقاء المخلصين اللي هم بيحاولوا انهم على قد ما يقدروا يقدموا الرياضة بشكلها وبثوبها الحقيقي. والحمد لله زي ما احنا شفنا طبعا منتخبنا الغالي المنتخب المغربي فين وصل، زي ما ابتديناش بالصغيرين وابتدينا بالأعمار الصغيرة دي ان احنا ندعمهم وان احنا نشجعهم وان احنا يعني نقف جنبهم ونختار منهم المواهب ونختار منهم اللي يستحق ان هو كمان يوصل للمنتخب المغربي. طبعا ده مهم جدا، الكلام ده بيبان من خلال الدورات الرمضانية، من خلال الماتشات اللي بتتلعب في الأحياء الشعبية. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.